ولسه مكملين معاكم لقاءاتنا المتميزه جدا مع نجوم الشباب. وضيفنا النهارده مطرب شاب صاحب صوت قوي جدا وكمان احساس مميز جدا. وفي الحقيقه ان كل خطوه بيعملها بتعلم مع الجمهور بشكل كبير جدا. وكمان اخرها كان صدور البوم الاول ما تحبش قوي. ضيفنا النهارده اللي معاكم المطرب الشاب علي الالفي. علي ايه الاخبار؟ كل ازيك؟ اهلا بيك معانا في عرب بود والحمد لله على السلامه وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب، ويا رب دايما معاكم كده بنحتفل بكل حاجه حلوه ان شاء الله. يا رب يا علي. ما تحبش قوي؟ والله لما تحب حب بجد، بس ما تحبش قوي. ليه يا علي ما تحبش قوي؟ يعني والله عايز اقول لك ان انا يعني بقولها لنفسي قبل ما بقولها والله للي بيسمعوا، يعني في جزء من الاغاني مش كله يعني، بس ليه علاقه بيا انا شخصيا. انا كنت واحد من الناس اللي لما بيحب بيدلق قوي، يعني بعيد عنك كده بيترمي قوي زياده عن اللزوم. لا نحنوح كده في نفسي شويه، فكانت النتيجه انه في الاخر انت لما بتدي اكتر من اللازم اكيد ما بتتقدرش. كل حاجه لازم تبقى محسوبه وكل حاجه لازم تبقى موزونه قوي بالميزان. والله حتى الحب، العلاقات الانجح دايما اللي العقل بيسوق فيها اكتر من القلب. يعني خلاص حصل القبول والمشاعر والنحنحة وكل الحاجات دي ومكالمات اول اسبوع وكل الكلام ده، انما لازم الواحد يبقى عقله سايق شويه، لانه بعد كده الموضوع لو راح اكتر من اللازم الموضوع بيرخص قوي وما بيتقدرش. فلما تحب حب بجد، بس ما تحبش قوي. انت مجروح علي ولا ايه؟ يعني واخد الكلام هيجيب بعض دلوقتي اعرف منك. علي طبعا الف مبروك على الالبوم بتاعك ما تحبش قوي، انما اتاخرت يا علي. انت فين؟ والله خالص ما اتاخرتش يعني. اعتقد يعني بالنسبه لظروف المطربين وواقع السوق بيعيشه، وان احنا ما فيش شركات عندنا دلوقتي. انا اللي انتجت البومي بنفسي، وانت فاكر انا كنت بشتغل مهندس اصلا، كنت والله بعمل جمعيات من مرتبي فعلا احطها في الالبوم طبعا. يعني فخطواتي كانت بطيئه وبس الحمد لله. يعني كل خطوه زي ما انت قلت، وشكرا ان انت قلت ده، ان كانت بتسيب اثرا مع الناس، سواء السينجلز اللي نزلت، سواء اشتراكي الفتره اللي رحت فيها برنامج ذا فويس. كل الخطوات دي كانت بتسيب خطوه يعني. فزي ما بيقولوا سلو بات شارب، كنت ابطا شويه بس الحمد لله يعني ماشي. يعني الخطوات المحسوبه والمحسومه، يعني مش عايز اشكر في نفسي، بس والله بيتهيألي ان انا عملت كده، عارف؟ الحمد لله. لا هو فاني علي، هو يعني انت يعني بتقولش غير الحقيقه، هو ده حقيقي فعلا، ان انت الوحيد بيتهيألي من بنك ذا فويس اللي عملت دلوقتي البوم. يعني كنت سابق شويه، بس عشان انا يعني برضو عشان انا خمتهم، يعني كنت شغال في الالبوم قبل ما اروح البرنامج. فكنت قادر ان انا بعد ما خلصت البرنامج وخدت الاكسبوجر بتاعه شويه، ان انا اروح انزل الالبوم. فكان الاستفاده الاكبر اللي خدتها من البرنامج انه الناس في الوطن العربي سمعوا عني، لانه كان الموضوع اغانيه بتنجح جوه مصر بس، فكنت محتاج قفزه كده تخلي الناس تسمع عني بره، فكان ده البرنامج هو اللي سببه لي. يعني ما تحبش قوي؟ ما تحبش قوي. بنتكلم كتير عليها نسمعها؟ يلا بينا. يلا بينا. كتير ولما تحب احب بجد، بس ما تحبش قوي، لا تدوب ولا تعشق قوي، ولا تسلم روحك لحد يا قلبي، عشان ما تتعبش، ولا مظلوم ولا ظالم، ما تديش اكتر من اللازم عشان حبك ما يرخصش. الحب ده بيخلينا ساعات ما نشوفش حاجات كانت باينه لينا، ونداري عيوب ونشوفها ميزات، نكذب ونغمي عينينا ويفضل غايب عنا الحل، أصل الإحساس لو زاد بيقل، ونزاد عن حد الحب يذل ويقلب ضدنا وعلينا. الله الله، ده الموضوع يا علي طلع من جوه قوي. ايه الموضوع دي؟ اخر غنوه جات لي. اولا عايز اشكر الشاعر ايهاب عبد العظيم، ملحن وصديقي المطرب سامر ابو الطالب، موزع عمر اسماعيل،
دي اخر غنوه جات لي خالص، واول ما سمعتها عملت كده، لا دي بتاعتي والله ما حد يغنيها غيري. يعني دي كانت اخر اغنيه جات خلاص وفتحت وحطتها هيد ألبوم. لان هي اولا اسمها جذاب جدا. اختيار اسم الالبوم بيبقى دايما اسم الغنوه الاكثر جاذبيه اللي ممكن يخلي الناس تتساءل ايه الموضوع يعني. بالاضافه ان موضوع الغنوه فعلا يعني لمس ناس كتير قوي. طب علي الموضوع انت بتغنيها يعني الموضوع ليه قصه ولا ايه؟ لا مش قصه واحده ولا قصتين ولا ثلاثه يا عم، احنا يعني كم قصه بمر؟ يعني انا مش صغير يعني فشل اللي تعاطفيه كتير يعني. بس فزي ما بقول لك الموضوع مش على قدي انا بس. كلنا لما بنحب بنشيل فيش دماغنا كده ونتجرجر بقى، فلا اظبطه شويه. طيب عايز اتكلم معاك عن الالبوم اكتر، وعايز اعرف هو في كام اغنيه، وكمان تعاونت مين في الالبوم بشكل كبير يعني من الملحنين وموزعين وشعراء؟ الالبوم 12 اغنيه، يعني كلنا شباب واصدقاء مع بعض. في ناس كان اول حظهم معايا، منهم صديقي مؤلف وملحن اسمه علي يوسف، وفي ناس كان ليهم نجاحات كبيره قبل، يعني مثلا موزع محمد العشي هو اللي عامل الهيت الكبيره خانات الذكريات بتاعت ست اصاله مثلا، وعامل معايا اربع اغاني، وكان معانا سينجل كمان خرجت من الالبوم بس هي تعتبر مجموعه يعني. من الشعراء شعراء كتير قوي، انا نفسي اقعد اقرا من الكفر لانه بنسى الاسامي بسهوله يعني. بس ايهاب عبد العظيم، انا كتبت اغنيتين، طارق زرومبا طارق زرومبا انا والله معلش في كتير جدا وهم مهمين جدا عندي. الملحنين كريم بغدادي، جوليو، علي يوسف زي ما قلت، سامر ابو طالب، موزعين محمد العشي، شريف محسن، محسن لان صديقي كمان بورسعيد ومتربيين مع بعض، وعمل لي من اكتر الاغاني اللي جديده ومختلفه جدا عليا كمان، واحمد محمود كمان. تحيه شعب بورسعيد. طبعا بورسعيديه كده زي الفل. 100 100. طيب علي، عايز اعرف منك انت تصورك ازاي لما تيجي تحط الخطه بتاعتك انك تعمل البوم، يعني بتختار ايه، بتحط قصة بناء على ايه؟ الالبوم اللي بيبقى ميه واحده بيبقى ممل. تمام، وخصوصا لو انت عندك سوابق مع الناس من السينجلز وكلها نكد زي يعني فاهم. انا اكتر حد غنى اغاني كانت نكد ودراما محترمه. فكنت محتاج ان انا افاجئ الناس باغاني عمرهم ما يتخيلوا ان هم يسمعوها مني. فكانت ولا يوم مثلا غنوه وانا برقص في الكليب، والناس مش متخيله ان شخص اوفر ويت وبيرقص والدنيا يعني بسيطه. مش شايل هم يعني، مش فيش ازمه اصلا. ومغني اغاني، تخيل مغني اغاني رومانسيه على الناس بتحبه مبسوطه مثلا يعني. بس علي انت اتحطيت في اطار وقالب معين من الناس؟ ما هو ده بقى اللي انا في الالبوم حاولت اغيره خالص. عملت اغاني فيها نكت، فيها هزار يعني. عندي غنوه اسمها رقم غلط، سلمى رشيد الشاعره يعني كاتبه عن بنت، عارف البنات المصريين لما بيحبوا يعني ويفضلوا بقى ايه يزنوا في التليفون، ده ما بيردش عليا ما بيعرفش ايه. والناس متعاطفين قوي مع البنت في الغنوه ان هو ما بيردش عليها وكده، وفي الاخر طلعت بتطلب رقم غلط هي اصلا يعني. وهكذا انه الالبوم كان فيه اكتر من شكل. كنت حريص جدا انه يبقى متنوعين، وحريص جدا ان الاغاني ما تبقاش رايحه في سكه واحده ولا في السكك اللي انا غنيتها قبل كده، بالاضافه لشكل الرومانسي وشكل الدراما اللي الناس عارفينه مني. بتاخد راي مين معاك من اصحابك، من الناس اللي حواليك؟ يعني صناع الالبوم كلهم اصحابي. صناع الالبوم كلهم اصحابي، وكلهم كان ليهم راي وكان ليهم ذوق. من الناس كمان اللي كانت من اهم صناع الالبوم صديقي مهندس صوت بشوي مجدي، اللي هو عمل ميكس وماستر الالبوم، لأنه هو كان ذوقه معايا وكان ايده في ايدي في المرحله الاخيره من صناعه الالبوم. وده كان مهم جدا عندي. بالاضافه لاصدقائي المطربين او الفنانين او حتى ناس ما اشتغلتش معايا في الالبوم، كنت بحب ان انا اخد رايهم. وعندي مقياس تاني كمان، الناس اللي مالهاش علاقه بالمزيكا. تشوف انا اخويا واحد من الناس دي ملوش علاقه بالمزيكا اطلاقا يعني. بس كنت ببقى عارف ايه الغنوه اللي نجحت معاه، فببقى مطمن لها اكتر يعني. طب نسمع ايه تاني منك بقى من الالبوم الجديد؟ طيب بما اننا نكدنا شويه فما نحبش قوي تعال نفرفش بقى. يعني كسون طيب بقى سنه جديده. هي غنوه برضو، هي مش فرفشه قوي بس هي غنوه فيها تنبيط كده، اسمها سلم لي على حبيبك. يعني اصحابي مسمينها غنوه الاكسات، اللي هو رزق فيها تاتش برضو، عارف تاتش الناس اللي تيجي على الجرح. كلمات طارق زرومبا والحاني وتوزيع احمد محمود. ماشي تمام. بدل اللي بعت عشانه عشره كام سنه، أرهنك أنا لو كان في خير بقى ده اللي سبت عشانه قلبي ورحت له وسمحت له بحاجات كتير. سلم لي على حبيبك وقابلني لو كمل معاك، هيجي يوم يسيبك ويضحي بيك انت وهواك. بقى ده اللي اخترته عشان يكمل دنيتك يا شيخ
طب بذمتك بقى اختيار، جرب من بعدي بعدي وصدقني انا كبيرك سانا، وهتعيش في نار سلم، سلم لي على حبيبك وقابلني لو كمل معاك، هيجي يوم يسيبك ويضحي بيك انت وهواك. علي دايما بيبقى فيه أغنية أو أغنيتين من كل ألبوم كده المطرب دايما بيكون إيه مايل ليهم أكتر، بيحبهم، بيكونوا قريبين دايما لقلبه. إيه بقى أكتر أغنية قريبة من قلبك؟ والله هو كذا غنوة في الألبوم يعني، لأنه ما دخلتش غنيت غنوة غير وأنا عارف إن أنا بحبها، وإن أنا لو سمعتها من مطرب تاني هبقى غيران يعني. بس في غنوة بالنسبة لي أنا يعني قريبة ليا أنا قوي، هي كانت مجاملة. كانت مجاملة؟ آه. مش معنى كانت مجاملة، كلامها اصلا يعني ينطبق عليا جدا يعني. الله. ولحنها كان، لان انا سمعتها من كريم بغدادي من سنين طويله قوي، وفضلت نفسي انها تستناني يعني، فالله لما استنتني وقت في البوم معشش في الدماغ بقى. اه جدا. ولانه محمد العشي كمان عامل فيها مزيكا محترمه قوي، انا بتمنى ان انا اغنيها على المسرح على اوركسترا كبيره كده، وعارف هتعمل ايه مع الناس يعني. مش هتكلم كتير عنها، نسمعها على طول. طيب حاضر يا استاذ. انت اللي استاذ والله. تيرة لما تلقى كل كلمة من كلام عايشة فيك، وانت فاكر انه لما جه يقولها قالها ليك، وفجأة تلقى اللي انت شايفه واللي ياما كنت سامعه كان لغيرك مش عليك، كان لغيرك مش عليك. اعتبرها كانت مجاملة لما زوق في الكلام، مش عشان قالك في جملة حاجة تشبه للغرام، تفضل تفكر كل يوم فيه أكتر من اللزوم، فوق يا قلبي من الغيوم اللي مغمي بيها عينيك. الله 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 يا ألفي حبيبي. عم أحسنت. علي أنت بتحب أصلا مين من المطربين بالنسبة لك؟ يعني بتقعد دندل لمين؟ والله بدندل لناس كتير برضه. غير أنغام يعني؟ لا أنا بحب أنغام. ده آه يعني دي حبي الأنغام يعني، ده معروف. ملوش يعني وصف. آه لا يعني وبجري في حفلاتها كلها كده زي يعني مهووس يعني. بس أنا بحب جدا ست أصالة مثلا. بحب جدا ذكرى الله يرحمها. بحب شيرين، ومن الاساتذه بقى الرجاله يعني استاذ مدحت صالح، استاذ صابر واعي. علي انت كان ليك تجربتين مهمين جدا في الفتره اللي فاتت، وكان سنجل كمان احساس بالونس والبنت اللي سهرانه. ده حقيقي. ومن اكتر كمان الاغاني اللي علمت مع الناس جدا. والله كانوا رزقي يعني، عارف اللي هو كان حقيقي كان رزقي يعني، لانه انا اصغر بكتير من 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 الاسامي الكبيره اللي شاركت في صناعه الاغاني دي. بنت لسهرانه كانت دويتو مع الفنانه الكبيره حنان ماضي العائده بعد غياب يعني، وهي حنان ماضي من الاسامي اللي احنا تربينا على اغانيها. واحساس بالونس كانت من الحان وتوزيع الاستاذ خالد حماد العبقري الموسيقى التصويريه، وده شرف ليا ان الاغنيه الاولى ليه اللي تبقى بره فيلم او مسلسل تبقى ليا انا، وكانت كلمات صديقتي سلمى رشيد. فانا يعني من الاغاني اللي ببقى فخور جدا بيها، سواء البنت اللي سهرانه واحساس بالونس. ده حقيقي فعلا. واحنا كمان والله يعني ايامها كنا مشغلينها على طول. علي انت صورت فيديو كليب الايام دي من انا صورت ولا يوم. اه ولا يوم وقدام الالبوم الجديد. اه من الالبوم الجديد صورت ولا يوم، وبنحضر خلاص تصوير بلغوه ان شاء الله يا رب كده يعمل حاجه مع الناس، لانه الاوديو بتاع بلغوه كمان نجح جدا مع الناس، فاتمنى يا رب انه الفيديو كمان يبقى بنفس نجاح الاوديو يعني. هنختم معاك بايه بقى؟ تعال نغني بلغوه. يلا بينا على طول. جبنا سيرتها يعني. بلغوه كده عن لساني اني حبيت حد تاني، واني صعب ارجع له تاني لو حتى روحي فيه، لو عيني جت يوم في عيني او في يوم صدفه يلاقيني
فهمه يعمل نسيني فهمه يكذب عيني بلغه بكل حاجة اوعوا تنسوا تقولوا حاجة ولو قدرتوا تزيدوا حاجة زودوها وقولوا تاني بلغوا كده عن لساني بلغوا اني كرهته كرهت صورته كرهت سيرته كرهت كل حد اسمه زي اسمه وان حبه ده كان من الاول سذاجة بلغوا بكل حاجة. الله 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 الله. طبعا علي نورتنا جدا النهارده في عرب بود. ربنا يخليك. ممكن تسمح لي بس قبل ما نختم؟ انا نفسي اشكر بجد كل الاساتذه الشعراء والملحنين اللي انا ذكرت اساميهم واللي انا نسيت اساميهم والموزعين. وهي بكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم بسرعه جدا.